إلى أي مدى مناشدات السيد دياب واستعطافه إن كان للقوى السياسية في الداخل أو في الخارج يمكن أن يكون لها تأثير؟ على المستوى الداخلي الواضح أن هذه الأطراف التي تشكل السلطة الحاكمة قد تخطت كل الخطوط الحمر بحيث أعلن كل منها أجندته. حركة رئيس المكلف سعد الحريري أسهمت إلى حد بعيد في تظهير ما يقوم به رئيس الجمهورية ميشيل عون من أجل توريث صهره جبران باسيل وضربه بعرض الحائط كل المخاطر التي يعيشها لبنان، الذي يبدو كأنه كشاحنة ثقيلة تنزل في منحدر من دون كوابح. بالتالي آخر بروفا هي بروفا محاولة تشكيل حكومة سقطت على ما يبدو، الأمل ضعيف جدا في تشكيل حكومة والثقة معدومة، وبالتالي كل طرف يراهن على أن لديه الخطة باء للانتقال إلى مرحلة النجاة بنفسه، ولكن هم واهمون جدا لأن الانهيار الكبير قد بدأ في لبنان وهذا لن يوفر أحد. الليلة كان هناك تظاهرات كبيرة في بيروت جراء العودة إلى سعر صرف الدولار الرسمي، أي خسارة 85% من قيمة الودائع عندما يريد المودع أن يسحب جزءا بسيطا من وديعته. هذه أحد أبرز علامات الانهيار، ولكنها هذه العلامة ليست الوحيدة. لبنان للأسف هو على فوهة بركان. نعم، طلب المساعدة من الخارج إن كان من الأصدقاء أو الأشقاء، هل سيأتي أيضا هذا الطلب بأي قبول؟ سبق لرئيس الحكومة المستقيل حسن دياب أن زار قطر على أمل تمويل البطاقة التموينية للمواطنين، ولكن طبعا لم يستجاب له. الواضح أن هناك يعني المساعدات العربية الكبيرة التي قدمت لبنان ذهبت أدراج الرياح ووضعت في صناديق الفساد، وبات العالم كله يعرف أن هذه المنظومة الحاكمة لا يمكن الوثوق بها أو مساعدتها. لهذا هذا النداء الاستغاثة أعتقد أنه من الصعب تلبيته إلا إذا شكلت حكومة قادرة على الإصلاح تحظى بالثقة والمصداقية، وهذا لن يتم على الأرجح. اليوم نحن نتسابق مع يعني ما سيحصل، هناك احتمالات أضعفها سيء، وبالتالي نداء رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب هو من باب فقط يعني اللهم أشهد أني قد بلغت، وهو بالفعل قد قالها اللهم أشهد أني قد بلغت، لأن الوضع يفوق المستوى الخطير، إن الوضع كارثي إلى حد بعيد. طب كيف سيتم توفير الاحتياجات الأساسية إن كان من الدواء أو من الطعام أو من المواد البترولية؟ هنا السؤال الكبير، يعني التجهيزات الطبية المدعومة لن يستمر مصرف لبنان في دعمها، بالتالي كلفة الاستشفاء، وضع القطاع الاستشفائي الذي كان يفاخر فيه لبنان أفضل مستشفيات في العالم العربي، كلفة الدواء أيضا إلى جانب كلفة الاستشفاء. يعني بالأمس أعطيك مثلا أن هناك خطر يتهدد موضوع المواد المطلوبة لفحوصات الدم في المستشفيات لم تعد موجودة أو متوفرة، هذا أمر لم يحصل في أي بلد في العالم. موضوع المحروقات، الكلفة الهائلة التي ستترتب على المواطن اللبناني، التدفئة ولا تنقل وغيره، موضوع الطعام ومستوى التغذية. فإذا نحن نتحدث عن بلد كما وصفه بيان صندوق النقد الدولي أن هناك ما يشبه الكارثة الكبيرة التي من النادر أن تحصل في دولة في العالم. يعني صنف لبنان من البنك الدولي وكأنه يعيش كارثة حقيقية. أعتقد أن المساعدات إذا كان هناك مساعدات يجب أن تصل إلى الشعب اللبناني مباشرة دون المرور بمنظومة الفساد، ولكن هذا الأمر لوجستيا أيضا صعب لأنهم يرهنون يعني يمسكون بمفاصل الدولة، وبالتالي يريدون تحويل البطاقة التموينية والمساعدات من أجل البقاء التي تقدم للبنانيين إلى أيضا مادة ابتزاز للمواطن ومادة رهن لإرادة المواطن، خصوصا وأن انتخابات متوقعة نيابية ستأتي بعد سنة من الآن.